تصدرت مملكة البحرين عربيا قائمة التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة السلة على مستوى منتخبات كرة السلة للعبة 3-on-3 بحسب ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد، كما جاءت السلة البحرينية بالمركز الرابع على مستوى القارة الأسيوية والمركز 32 على مستوى العالم من أصل 178 دولة مصنفة بهذه اللعبة. وبهذه المناسبة عرب اسمه الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن اعتزازه بما تحقق من إنجاز على صعيد لعبة 3-on-3 وتصدر مملكة البحرين عربيا، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة للدعم الذي تتلقاه رياضة البحرينية من قبل القيادة الرشيدة، حيث تدفع هذه الرعاية دائما الشباب البحريني للتميز على مختلف الجبهات. وأوضح سموه أن صعود السلة البحرينية إلى هذا المستوى بالتصنيف العالمي يدفع الاتحاد البحريني لكرة السلة للمزيد من العمل نحو المحافظة على هذا التميز، مشيدا سموه يعني اتحاد السلة قادر بفضل السواعد البحرينية المخلصة على تحقيق المزيد من النجاحات. ولفت سموه للشعبية العالية التي تمتلكها لعبة 3-on-3 في مملكة البحرين الناتجة عن الاهتمام الذي يوليه الاتحاد البحريني لكرة السلة تجاه اللعبة، مشيرا سموه إلى الحضور التي تشهده المنافسات المفتوحة للعبة من قبل الشباب البحريني.